السلام عليكم. لا مجال للاستهانة بالفكرة، أي فكرة. فهل تقوم الثورات وتنفق فيها الدماء إلا من أجل فكرة؟ وهل تنشأ الحضارات إلا على ضفاف الأفكار؟ بل هل يحيا الإنسان ويموت إلا في سبيل أفكاره؟ هناك حروب وصراعات ومصالحات وخصومات، ظاهر أسبابها النفوذ أو المال، وكل هذه الأسباب هي تجسيد عملي لأفكار كامنة وراءها. انطلاقاً من هذه الرؤية، يكتسب الحديث عن موضوع استيراد الأفكار أهمية بالغة، خصوصاً في البعد المكاني والزمني الذي يشهد فيه الوطن العربي حراكاً غير مسبوق سعياً للتغيير السياسي. وهل التغيير السياسي في ذاته إلا فكرة أساسية تقوم على الحرية؟ نفتح هذا الموضوع وسط عالم يعج بالأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويتدخل فيه الأقوياء عسكرياً وعلمياً واقتصادياً في صوغ حياة الضعفاء وأنماط تفكيرهم وطرائق عيشهم من خلال الأفكار التي تتدفق بدون كوابح بشكل عمودي من الأكثر تقدماً وقوة إلى الأقل في هذين المضمارين، بحسب ما يتراه شريحة من الكتاب طبعاً. وسط زخم تدفق هذا نسأل: لماذا يقبل العرب على استيراد الأفكار؟ وهل في ذلك خطورة على هويتهم وتراثهم؟ وفي المقلب الآخر أيضاً نسأل: هل يمكن للعرب وغيرهم البقاء في هذا العالم من دون استيراد الأفكار الجديدة؟ وهل الأفكار الوافدة كالعلمانية والعلاقة بين الرجل والمرأة ومفهوم الحرية مثلاً لا حصراً خطأ استقبالها من حيث المبدأ؟ وماذا عن سبل الحفاظ على تراث العرب وأصالتهم؟ هذه أبرز محاور حديثنا العربي في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. أهلاً بكم. منذ أخذت فنون الإقناع الحديثة تتبع أساليب وطرقاً مختلفة في توجيه الأفكار عند العرب، هي في حقيقتها ترمي إلى تشكيل العقول بطريقة تصبح فيها أكثر قابلية لتصديق ما يلقى على مسامعها، وأقل قدرة على اختبار ما يقال لها وإخضاعه لموازين النقد. ولعل تعبير الأفكار المستوردة الذي يطرق الآذان بين الفينة والأخرى يلاقي موجة قوية من الاستهجان والتخوف مما يحمله هذا التعبير من خبايا طالما حذر منها من تفطن لها في وقت مبكر، فهناك كم هائل من الأفكار التي وقف منها العرب موقف الحذر الشديد، هي تلك التي تتسرب إلى العقول خلسة بطرق ملتوية غير مباشرة، وتؤدي في نهاية الأمر إلى تكوين اتجاهات ضارة لدى من يتلقاها، لا سيما ما تنقله الوسائط الإعلامية من أفعال يفترض أنها فنية ولكنها مليئة بالأفكار والاتجاهات الضارة التي يراد منها تحقيق أغراض مرسومة مقدما. إن الدعوة إلى محاربة الفكر المستورد في وطننا العربي تبرر بالحرص على التراث الأصيل ومنع الأفكار الآتية من الخارج، لأن فكرنا ينبغي أن ينبع من داخلنا ومن تاريخنا ومن ماضينا وتراثنا، ومثل هذا الحرص يمثل هدفاً نبيلاً. ولكن السؤال الذي لا يكف عن الإلحاء علينا في هذا الصدد هو: هل صحيح أن كل الأفكار المستوردة هي شيء ضار ينبغي تجنبه، أم أن هناك ما هو نافع ومفيد؟ ومن عجائب المفارقات في بلادنا العربية أن الدول التي تحارب الفكر المستورد بضراوة هي عينها التي تفتح أبوابها على مصراعيها لأنواع من الإعلام المغرض والمليء بالأفكار الهدامة، ولا تبذل أي جهد لحماية مجتمعها. ومن هنا تشعر الشعوب العربية أنها في أزمة أفكار، بل وأزمة إبداع خانقة، وإلا فكيف تدفع المليارات من أجل شراء فكرة مسلسل أو برنامج لا يمت بصلة لواقعنا، بل يهدم المنظومة الفكرية والقيمية. ويبدو أن عجلة استيراد الأفكار تسير نحو جعل العرب يستوردون ما يراد لهم أن يستوردوه، لتصبح أفكارهم نسخة طبق الأصل عن الآخرين، إذا لم يتداركوا استنهاض أفكارهم وأخذوا بالنافع من المستورد. وإلا فكيف لمجتمع أن يحارب هذه الأفكار إذا كان يستورد كل شيء حتى العقول؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عبد الله فرج الله الكاتب والباحث، وعبر سكايب من الخرطوم
الأستاذ محمد خليفة صديق، عضو المجمع العربي للعلوم الاجتماعية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ بالأقربين. أستاذ عبد الله، إلى أي مدى نحن نعيش في عالم يصطرع على الأفكار؟ يعني وهذا ربما يعني ينسجم مع ما قاله المفكر السياسي الأمريكي أستاذ العلوم السياسية صموئيل هنتينغتون، بأن العالم يشهد صراع حضارات وليس حوار حضارات. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، الحياة بكل مجالاتها وبكل مناحيها وجوانبها المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية، مدارها ونقطة الارتكاز فيها هي الأفكار. فكل جانب من هذه الجوانب يعني يرتكز إلى فكرة، يقوم على فكرة، وبالتالي الاحتكاك بين الأفكار حيث تختلف البيئات الجغرافية والمجتمعات الإنسانية أمر وارد وشيء طبيعي، أن يحدث التقاء في جوانب وأن يحدث تصادم في جوانب أخرى، وهكذا. وهذه سنة الحياة، هكذا. لهذا خلقنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا. كيف نتعارف؟ من خلال أي شيء يمكن أن يتعارف الناس، أو على أي شيء يمكن أن يلتقي الناس أو أن يختلف الناس؟ الأفكار طبعا. هذه إذن الأفكار تشكل محور الحياة الإنسانية، عليها يلتقي الناس، وبسببها يفترق الناس، وبسببها تقوم حروب وتخاض معتركات كثيرة، وتؤلف كتب، و يقوم على أساسها الإعلام، ويقوم على أساسها الفن، وهكذا. إذن الأفكار هي نقطة الأصل في وجود الإنسان. يوجد فكر، إذن أنت إنسان. نعم. نعم. طب في هذا السياق، يعني نريد أن نأخذ أمثلة عملية حتى ننزل إلى أرض الواقع، وهنا أنتقل إلى الخرطوم لأسأل الأستاذ محمد خليفة. كثير من الأفكار الكبيرة التي وفدت إلى الوطن العربي، يعني شهد العالم العربي جدلا فكريا عميقا بشأنها، مثل يعني قضية العلمانية كإطار للدولة وإطار للحياة في المجتمعات العربية. في هذا السياق، ثمة من يعرب عن خوفه من استيراد الأفكار، وليس فقط لمجرد الفكرة وإنما لتبعاتها العملية بعد ذلك. هل ينبغي على العرب أن يخشوا من تدفق الأفكار وأن يضعوا الحواجز دون الحيلولة دون تدفق الأفكار إليهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية، العرب تاريخيا لم يكونوا حذرين جدا في مسألة التعامل مع الأفكار. وإذا نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجده أنه استورد فكرة الخندق من الفرس، وتعامل معها وضمها إلى النسيج العربي، وتعامل معها كفكرة مفيدة للبناء الإسلامي وللبناء العربي. ولذلك حينما نشأت الحضارة العربية هي جماع حضارات وليست حضارة عربية بحتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نفسه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهو لم يأتي بكل الحضارة الجديدة الإسلامية، وإنما بنى على ما سبق من أفكار جيدة، ثم شيد النظام الإسلامي المكتمل بشكله المعروف. فإذا ليس للعرب حساسية في التعامل مع الأفكار، وليس للعرب حساسية في أن يأخذوا من الآخر ما كان مناسبا للنسيج الإسلامي والعربي، وما ليس فيه مخالفة لما عندهم من عقيدة وفكر ومنهج. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو حق الناس بها. فإذا العرب حينما خرجوا من الجزيرة العربية وجدوا أفكار مختلفة، وجدوا أطروحات مختلفة، ما وجدوه مناسبا لما عندهم من حضارة ومن فكر ومن منهج ضموه إليهم، وصار جزءا من النسيج العربي. وأبرز أيضا الأمثل في هذا الصدد حركة الترجمة التي بدأت في عهد المأمون في الدولة العباسية، أن هذه الفكرة هي فكرة جديدة، أن تترجم فكرا آخر
لكي تضمه إلى النسيج العربي. هذه فكرة في بدايتها، إذا كان العرب متخوفين من الأفكار الوافدة أو المستوردة ما كانوا ليقدموا على خطوة الترجمة، لأنه سيكون هناك خوف عظيم. هذه فكرة جديدة، نحن لا نعلم ما هذه الأفكار، فإذا كان سيكون هناك حيصد منع أمام حركة الترجمة. ولكن الحقيقة أن حركة الترجمة كان لها إيجابيات، رغم أنه لها بالطبع سلبيات لأنها أدخلت بعض الإشكالات العقدية على المسلمين، لكن في ما يهمنا هنا أن العرب لم يتخوفوا من الترجمة لأن بنائهم الحضاري كان قوي، وكان نعم. يتحمل أن تترجم أفكار أخرى جديدة لتدخل إلى النسيج العربي. ذكرت نقطة مهمة حقيقة أستاذ محمد، عندما قلت بأن العرب لم يكونوا متخوفين من استيراد الأفكار، وهذا أحيله أبني عليه لأسأل الأستاذ عبد الله، لم يكن العرب في بداية عهدهم الحضاري متخوفين، طبعا مع الدولة الإسلامية، متخوفين من استيراد الأفكار؟ والسبب أنه كان هناك دولة، نظام سياسي يذب عن حياض هذه الأمة وعن منابتها الفكرية وعن أصولها. الآن العرب هناك تخوف شديد من قبل شريحة كبيرة من المفكرين والكتاب العرب من عملية الاستيراد من حيث المبدأ، بسبب عدم وجود هذا النظام السياسي الذي يحمي الهوية العربية. هل هذا الخوف مبرر في هذا التوقيت برأيك؟ ليس مبررا باعتقادي. بداية يعني أنا ضد قضية الأفكار المستوردة، استيراد الأفكار. الأفكار لا تستورد، الأفكار تقتحم عليك بيتك، تقتحم عليك دولتك. الأفكار ليست بحاجة إلى الحصول على فيزا من أجل أن تتنقل أو أن تسافر أو أن تحل بخلاف البضائع. نعم، الأفكار لا تعترف بالحدود ولا تقف في وجهها السدود. الأفكار تنطلق ولا تحتاج أن تحجز لها تذكرة حتى ترحل من مكان إلى آخر. ماذا يعني هذا الكلام؟ وبالتالي الأفكار لا نستطيع أن نحجرها، لا نستطيع أن نمنعها كما نستطيع أن نمنع غيرها. الأفكار ليست خاضعة للتعرف الجمركية وليست خاضعة لمراكز التفتيش. وبالتالي أنا أشبه الأفكار بالفيروسات. الفيروس ينتقل في الهواء، المناعة. نعم، ومنها الضار ومنها المفيد، لكن الضار منها والمفيد هدفه أن يهاجم جسم الإنسان. جسم الإنسان لا يستطيع أن يمنع هذا الفيروس من مهاجمته، لكنه بما زود من مراكز قوة يستطيع أن يتعامل مع هذا الفيروس المهاجم. لكن أستاذ عبد الله، الأفكار كما ذكرت أنها تأتي بدون إذن وتقتحم على الناس، لكن ثمة فارق بين أن تمر الفكرة إلى الشعوب والأمم مرور عابر وبين أن تستوطن. وأضرب لك مثلا مثل قضية العلمانية، هناك صراع فكري عميق ينتج عنه دماء أحيانا في الوطن العربي بسبب هذه الفكرة المستوردة من الخارج. يعني في هذا السياق أنا أسأل عما إذا كان مبررا الخوف من الحالة التي أشار إليها الأستاذ في بداية الأمة، كانت الأمة قوية، بمعنى آخر أن جهاز المناعة لديها كان قويا يستطيع أن يتعامل مع الأفكار الوافدة بكل قوة. كان جهاز المناعة يشكل حصانة حقيقية لدى الأمة، لكن اليوم جهاز المناعة لدى الأمة ضعف، وضعف كثيرا. إذن هذا يبرر الخوف من الأفكار الوافدة؟ لا طبعا، هذا الخوف يعني الأفكار الوافدة يجب أن تحفز جهاز المناعة لدينا حتى يعود يعمل من جديد. نحن لا نستطيع أن نغلق على الأمة وأن نمنع وصول الأفكار إليها، لا نستطيع. الآن خاصة في ظل هذا التقدم والتطور الهائل التكنولوجي في وسائل التواصل الاجتماعي الذي أصبحت فيه الكرة الأرضية أو العالم كأنه قرية صغيرة، في ظل هذا التقدم العلمي الهائل لا نستطيع أن نحجر على العقول من أن تطلع على الأفكار الأخرى وأن تتعامل معها. وأن فرق بين أن تطلع على الأفكار أقصد دكتور، وأن تدعو إليها وأن تتبناها. نعم، لا نستطيع أن نحجر على العقول. إذن أنت تتبنى سياسة الباب المفتوح تجاه أي فكرة؟ نعم، لا نستطيع أن نفعل غير هذا في ظل هذا الوضع، وإلا سنعود دولة مغلقة، نغلق على أنفسنا ونغلق على حدودنا ونغلق عقولنا ونمنع
وصول وسائل التواصل إلينا، وهذه وهذه مصيبة، هذه مشكلة كبيرة. الأصل أن نعيد النظر في نفوسنا، ونعيد النظر في كيف نحصن أنفسنا، نعيد بناء الحصون التي هدمت لدينا، كيف نعيد بنائها بشكل قوي حتى تستطيع أن تجابه هذه الأفكار أو أن تتفاعل مع هذه الأفكار. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص الأقوام السابقين وأفكارهم الشاذة وأفكارهم الخبيثة وأفكارهم الصالحة وغير ذلك في القرآن الكريم. لماذا لا نستطيع إلا أن نتعامل مع الآخر في هذا الكون، في هذا الوجود؟ لا نستطيع أن نعيش منعزلين منغلقين على أنفسنا، هذا مستحيل طبعا. طيب، يعني أنا أنقل هذا الكلام إلى الأستاذ محمد خليفة. وضعنا الأستاذ عبد الله فرج الله في الاستوديو أمام معادلة ثنائية، إما أن ننفتح على العالم وأن نستقبل أفكاره كلها بلا رقيب ولا محاسبة، لأنه هذا أمر خارج عن إرادتنا وخارج عن قدراتنا، وإما أن نعيش منغلقين متخلفين. إلى أي مدى توافق على هذه المقاربة أستاذ محمد؟ أعتقد أن هناك طريق ثالث، ليست هي ثنائية فقط. والطريق الثالث هو أن ننظر في هذه الأفكار، وأولا قبل أن ننظر في الأفكار نقسمها إلى قسمين: أفكار أصيلة، وهذه هي أفكار لا تعارض ما عندنا من عقيدة ومنهج قويم في كل جوانب حياة العرب والمسلمين. وهناك فكرة ذات فاعلية لكنها ليست أصيلة، مثل الأفكار التي ذكرتها، أفكار العلمانية، أفكار الشيوعية، أفكار إلحاد، أفكار هدامة. هذه فكرة قد تكون لها فاعلية ولها وجود قوي في العالم، لكن هذه نحن لسنا بحاجة إليها. نحن بحاجة إلى أفكار الأصيلة، الأفكار التي تقيم الحضارة، الأفكار التي تبني الأمجاد، هذه هي التي نفتح لها الأبواب. لكن الأفكار الهدامة، الأفكار المنغلقة، الأفكار السيئة التي تخالف عقيدة الأمة وتخالف أفكار الأمة العامة، هذه لا نفتح لها الأبواب، لأننا إن فتحنا لها الأبواب فإنها هي عبارة عن ريح عاتية تأتي على كل ما عندنا، ونحن في حالة منخفض حضاري. ولكن قال الأستاذ عبد الله بأنه، يعني هل لديك تصور أو وسيلة لاختيار ما يناسبنا من الأفكار؟ بمعنى كيف تغلق الطريق على الفكرة وهي التي تقتحم بلا استئذان؟ بأن نبني الفرد الذي يميز الغث من السمين، وهذه هي دعوة لتمتين بناء الشخص المسلم أو الشخص العربي، حتى لا يكون عبارة عن منخفض حضاري يقبل كل ما يأتيه، تأتيه الرياح يمينا ويسارا فيذهب معها يمينا ويسارا. فلذلك كل ما كان هذا الشخص متعلم ذا أفق واسع ذا معرفة عميقة فإنه يميز الغث من السمين. فلذلك أنا أدعو إلى التربية القويمة، التربية القوية، التربية المنيعة التي تجعل الفرد العربي عقله مثل المرآة، ينظر في الأفكار ويحدد ماهيتها ثم يقبل ما يمكن أن يقبله عقله وفكره ومنهجه القويم ويرفض الآخر. فحينما نمتن عقل وقوة ومعرفة الفرد العربي هذا سيكون بمثابة الدولة الغائبة. في السابق كانت الدولة هي التي تحمينا، الدولة الإسلامية ودولة الخلافة هي التي تقوم بالحماية. الآن الحماية تحولت من المجموع إلى الفرد. ولذلك حينما نبني الفرد المتعلم القوي الذي درس العلوم الإسلامية، درس العلوم بشكل جيد، لم يدرسها، لأن هناك أيضا إشكال من الذين يدرسون في الغرب، لأنه هم الذين يأتون بالأفكار ويستوردون الأفكار. فالذين يدرسون في الغرب أيضا إذا تم التعامل معهم بشكل جيد فإنهم يأتون أيضا بالمفيد. وهنا أذكر القصة التي يعرفها كثير من الناس، حينما أرادت اليابان أن تنهض أرسلت بعض أبنائها إلى الغرب ليتعلموا كيف يصنعون الماكينة، فذهب بعضهم فتعلم كيف يصنع الماكينة، وذهب آخرون فتعلموا من الغرب إطار الشعور واللباس المعين وبهرج الحضارة الغربية الخارجي. فحينما رجع هؤلاء قامت اليابان أو الحكومة اليابانية أعدمت الذين ذهبوا بالأفكار السيئة، الذين جاءوا بإطار الشعور والأفكار الغربية القشور الأفكار، لأنها قالت ما لهذا أرسلناكم.
فهؤلاء ذهبوا واخذوا الافكار السيئه. وهذا استاذ محمد، وهذا يحيلنا الى الحديث عن وجود الدوله التي تحافظ على الهويه والنظام العام. سنبحث هذا بشيء من التفصيل بعد الفاصل. نذهب الى فاصل اخير ومن ثم لنا عوده. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله. ما زال العرب بين رافض لمبدأ استيراد الأفكار من الغرب، محتجا بأن تراث الأمة غني وثري لكنه يحتاج إلى دراسة واستنباط أفكار جديدة من رحمه، وبين مقبل على تلقي النظريات والقيم الغربية بسياسة الباب المفتوح، وبينهما من يقبل ويرفض وفق ضوابط وشروط. يدور هذا الجزء من الحلقة في فلك هذه المواقف. أستاذ عبد الله، كثير من الكتاب يخافون ليس من مجرد استيراد الفكرة، أي من ورود الفكرة، فالفكرة واردة لا مجال لإغلاق الطريق أمامها، لكن يخافون من تبعات هذه الفكرة. وأضرب لك مثلا الدراما غير العربية، دراما مرة المكسيكية، مرة الإيرانية، مرة دراما أوروبية وحلقات مطولة، هذه تعالج مشاكل غير موجودة في الوطن العربي، موجودة في بيئات أخرى، وبالتالي يعني تحمل معها أفكارا تتراكم في أذهان العامة، ثم تنشئ ميلا طريقة تفكير معينة مخالفة لتراث الأمة ولأفكارها وخصائصها النفسية. أليس هذا ما يبرر خوف أو خشية الذين يخشون على هوية الأمة وعلى خصائصها؟ الخوف مبرر لا شك، لكنه ليس هو السبيل للخروج من هذا المأزق. علما أنه كان في المحور الأول غير مبرر، الآن نتقدم خطوة إلى الأمام صار مبررا. لا يعني مبرر من ناحية عاطفية، أننا نخاف على قيمنا، نخاف على مبادئنا، أن تذوب هذه الشخصية، أن تنسى هويتنا الإسلامية العربية الأصيلة في ظل زحمة هذه الأفكار، في ظل هذه يعني هذا الخوف العاطفي الداخلي، يعني أن عندما نرى أبناءنا قد ذهبوا بهذا المنحى بعيدا عن، فهذا الأمر عاطفيا مبرر لا بأس بذلك، يعني لابد أن تكون عندنا الغيرة الداخلية، لكن هذا الخوف ليس كافيا في مواجهة هذا الخطر الذي يداهم أبناءنا وأجيالنا. لابد من أن نفكر كيف ننقذ أجيالنا، ليس فقط بالخوف، لكن لابد أن نعمل. لكن الخوف وسيلة محفزة، عندما يعني هذا الذي تتفضل به هو يعكس حال الأمة، هذا الشيء طبيعي، عندما تضعف الأمة، عندما تهزم الأمة في كثير من المواقع، في كثير من المواقف، عندما تعيش الأمة هزائم متلاحقة، من الطبيعي أنها ستنظر إلى المنتصر، إلى المتقدم، إلى المتطور، إلى الدول الكبيرة التي صنعت وأنجزت وتقدمت وتطورت، أن تنظر إليها نظرة المثل والقدوة فتقلدها في كل شيء، هذا شيء طبيعي. هذا الحالة التي نعيشها هي حالة نتاج أو ثمرة الضعف والهزيمة الداخلية والواقعية التي نعيشها، هي انعكاس الحالة المتردية التي نعيشها، ولن نخرج من هذا الحال ولن نستطيع أن نجابه هذه الأخطار إلا إذا أعدنا بناء الذات من جديد. علينا أن نعيد بناء ذاتنا من جديد، ما دمنا في حالة انكسار، في حالة انهزام، فمن الطبيعي جدا أن نقلد الآخرين. طيب أستاذ محمد، يعني أنت رسمت مسارا ثالثا في هذه المعادلة، وقلت أنه يمكن أن نأخذ بعض الأفكار ويمكن أن نطرد أفكارا أخرى لا تلائمنا. السؤال الطبيعي هو الآن، في ظل غياب الدولة الراعية للهوية وللتراث وللثقافة وللدين إلى آخره،
من الذي يحدد الفكرة المقبولة ومن الذي يحدد الفكرة المرفوضة؟ أعتقد أنه يمكن أن نتحدث عن عقل جمعي عربي أو عقل جمعي إسلامي تمثله جماعات الفكرية الموجودة، الجامعات إلى حد ما، المجامع الفقهية، المؤسسات الضخمة التي تضم في طياتها علماء من جميع التخصصات في كل أنحاء العالم الإسلامي. هؤلاء يمكن أن يكونوا بمثابة عقل جمعي تعرض عليه هذه الأفكار وهو يحدد للأمة ما كان مفيداً وما كان ضاراً. فهذه المؤسسات حتى يجب أن تطور. هذا العقل الجمعي أستاذ محمد، ربما يعني مشاهد أو سائل يقول أن هذا الكلام قد يكون أقرب إلى المثالية منه إلى الواقعية. هذا العقل الجمعي يحتاج إلى مؤسسات تصوغه وتجمعه وتوحد مواقفه ومقارباته تجاه هذه الأفكار، هذا غير متحقق الآن. نعم، لكن أعتقد أنه أنا ذكرت أيضا الجامعات، يعني يمكن للجامعات أن تكون دائما هي بمسار مصفاة، تأتي الأفكار وتدخل، رغم أن الجامعات الآن في كثير من الأحيان هي تدخل أفكار غربية كثيرة جدا عبر المناهج التدريسية في كليات الحقوق، ونحن نعلم وليس كليات الحقوق وحدها بل كثير من الكليات، لأنها جاءت وقامت على نهج الجامعات الغربية الفرنسية والإنجليزية وغيرها كما هو في كثير من دول العالم الإسلامي. لكن الآن في ظل الحركة النهضة الحادثة في كثير من بلدان العالم الإسلامي نجد أن الجامعات أصبحت عبارة عن يعني مكان يمكن أن تتلاقى فيه هذه الأفكار وتناقش على طاولات الرأي وعلى في حلقات النقاش وفي السيمينارات وغيرها، نحدد ما هو الغث فيها وما هو السمين. والآن يعني إذا نظرت في خارطة المؤتمرات التي تعقد في كثير من الجامعات وحلقات النقاش تجد هذه الأفكار موجودة، تجد أنه تناقش العلمانية فيأتي من يرى أن العلمانية مفيدة ويأتي من يرى العلمانية ضارة، ثم تطرح هذه الأفكار وفي النهاية يصل الناس لخلاصات إلى حد ما تكون هي مفيدة في أن تكون خارطة الطريق للتعامل مع هذه الأفكار. فأعتقد أن الجامعات، المراكز البحثية، المؤسسات المتاحة على الأقل وليست المؤسسات الضخمة التي يعني وإذا قال لك قائل بأن كل هذه الجامعات والجامعات والمراكز البحثية ومحتواها كله قد تضربه وسيلة تواصل جماهيرية، قناة فضائية شهيرة قد تضربه في لحظة وتبقيه رمادا. نعم، هذا مؤكد، لأنه الآن كما ذكرت أيضا في بداية الحلقة أنه إذا جاء مسلسل تلفزيوني أو فيلم جاء مستوردا من مكان آخر فإنه يزرع فكرة في الوجدان العربي. إذن قضية الجامعات والمراكز البحثية غير فعالة؟ لا، هي ليست غير فعالة، هي الآن لبنة يمكن أن نبني عليها ونقدم ما نستطيع، لأنه إن جمدنا على هذا الأمر فإن الأفكار تأتي وتجتاح العالم، فهذه المؤسسات تبنى وتقوى وإن كانت يعني ضعيفة في هذا الوقت. جميل. لكن أتوقع خلال سنوات ماضية قادمة أن تقوى أكثر وتكون هي مفيدة جدا في هذا الجانب. طيب جميل أستاذ. المشكلة أن الناس في عالمنا العربي ينقسم نحو الأفكار الوافدة إلى قسمين. نعم. قسم مع بقوة وقسم ضد بقوة، ومن هنا هذا التحمس الشديد للفكرة في قبولها والتحمس الشديد الآخر ضد الفكرة يحدث تصادم بين الفريقين. طيب هو سؤالي في هذا السياق أستاذ. نعم. عبد الله، الآن تتحدث أنت وضيفنا من الخرطوم عن أن العرب في البداية انفتحوا على الترجمة رغم أن خلوهم من الرصيد الفلسفي العربي، ومع ذلك لم يخافوا، والسبب أنهم كانوا في الحقيقة كانوا قوة مهيمنة، قوة ناشئة ولكنها مهيمنة، كانت في مرحلة إعادة توليد الأفكار وتصديرها إلى العالم. الآن العرب لا يقدمون أفكار، لا يولدون الأفكار، فقط يتلقون. يعني كيف يمكن أن تتم عملية التبادل والتلاقح والتفاعل الفكري من دون أن تتعرض هذه الهوية العربية إلى هزة عنيفة؟ وأنت تشاهد أن القيم الأخلاقية بين الشباب العربي الصاعد مزعزعة غير ما كانت عليه في السلف. يعني هو الحقيقة أسلافنا عندما انفتحوا على الثقافات الأخرى وعلى الأفكار الأخرى عبر الترجمة وغيرها لم يعتمدوا على القوة فقط، يعني لم يكونوا لأنهم كانوا أقوياء أو يملكون هيمنة فكرية، كانوا أيضا عندهم ثقة ببضاعتهم، كانوا يثقون بالذي بين يديهم. نعم، فهم كانوا مطمئنين أن ما لديهم يواجه قوي
لا يقل مكانة ولا شأنا عن الآخر، بالإضافة أن ثقافتهم مبنية كما أشار الأستاذ محمد أيضا على الانفتاح على الآخر وليس على الانغلاق. هذا هو ديننا وهذه هي أخلاقنا، أننا منفتحون على الآخر، نحاول أن نشكل قاعدة إنسانية في التعامل ليست ذات لون واحد محدد. وبالتالي خوفنا الآن لأننا أصلا أصبحنا في موقع الخطر، في موقع الخوف، نحن خائفين على ليس فقط على قيمنا ومبادئنا، خائفين على رزقنا، خائفين على وظيفتنا، خائفين على وجودنا، خائفين على بلدنا، خائفين على مكتسباتنا، فقدنا السيادة في أوطاننا، نشعر بالظلم، نشعر بالخوف. طيب. وبالتالي طيب. يعني المشكلة التي تهدد وجودنا ليست فقط هي الأفكار الواردة أو المستوردة، أشياء كثيرة أصبحت تهدد وجودنا في مجتمعاتنا. الآن المواطن العربي مشرد، مهاجر، ليس في بلده. اسأل عن أي يعني اذهب إلى أي بلد من بلدان العربية لا تجد فيها الطمأنينة الحقيقية أو الراحة الحقيقية للمواطن العربي. المواطن العربي أصبح موزعا على بلدان العالم يبحث عن العيش الكريم، عن الحرية. احنا الذي يهدد وجودنا ليس الأفكار المستوردة بقدر ما يهدد وجودنا الأفكار التي تؤسس للحكم المستبد في بلادنا، التي تدافع عن الظلم، التي تقدس الأشخاص، التي تزين الباطل. هذه هي التي تؤسس، التي توظف النص المقدس الديني، توظفه في خدمة الظالم والمستبد. هذا الذي يهدد. أشرت إشارة قيمة إلى هذه النقطة، أريد أن أبني عليها لأسأل الأستاذ محمد خليفة في الخرطوم. أستاذ محمد، يعني عطفا على ما قاله ضيفنا في الاستوديو أنه الآن العرب يفكرون بالحرية، يفكرون بحرية إبداء الرأي، بكرامة العيش، وبالتالي قد يسوق بعض الكتاب أسئلة ربما لا تكون بريئة، غير بريئة، لكنها موجودة، بأن الآن هل من المنطقي أن نفكر بمسائل الخصائص النفسية للشعوب ومسائل الهوية والتراث في ظل عالم رقمي تتبدل فيه الحياة والأفكار والقيم بسرعة البرق؟ نعم، أعتقد أنه ما ذكرته صحيح، لأن الأفكار الآن أصبحت كما قلت تسير بسرعة البرق، لكن قد تكون هناك بعض موضوع الهجرة، هجرة العرب إلى الغرب، قد يراها البعض فيها إشكال كبير، يعني نزيل ربع الحضارات أو اصطدام الحضارات المعروف، أن يخرج العرب إلى الغرب، فيدرسون الآن في كثير من الجامعات. الآن نحن نعلم هناك كثير من الإحصائيات تقول أن 70% من العرب الذين يذهبون إلى الدراسة في الغرب لا يعودون، بل يدخلون في النسيج الغربي ويصبحون جزءا منه. فهؤلاء قد يكونوا وجدوا فرصة لتوليد أفكار قد تفيد عالمهم العربي، قد تفيد العالم الغربي نفسه. فهذه رد لها إيجابية، أنه خرج أبناء من عندنا وذهبوا إلى الغرب، ولكنهم لم يذوبوا في الغرب، بل اغترفوا من حضارته واستفادوا منه وبنوا أفكار جديدة قد تكون هي جزء من النسيج الغربي، لكنها في النهاية هي بنات أفكار للعرب جاءت ورجعت لهم من جديد. وهناك أمثلة كثيرة يعني لمفكرين أصبح لهم وجود ضخم وكبير في العالم الغربي، مثل علي مزروعي، مثل آخرين كثر كانوا جزء من النسيج الغربي في جامعات، لهم دور كبير في الجامعات الغربية، طرحوا أفكار ممتازة. فهنا يجب أن تكون نظرتنا إيجابية لمسألة هجرة العرب وهجرة العقول العربية إلى الغرب، أنها في النهاية ستكون ضمن النسيج العربي وضمن الرصيد العربي الذي سيولد الأفكار في الغرب وتعود إلينا من جديد، فتكون هي يعني بضاعتنا ردت إلينا، وهي تكون في إطار التلاقف الحضاري، التفاعل الحضاري الذي يبني ولا يهدم ويستفيد من العقول من أشكال مختلفة. وأيضا الحضارة العربية هي أيضا قامت على غير العرب في كثير من الأحيان، يعني نحن نعلم أنه كثير من المحدثين هم كانوا من بخارى ومن سمرقند ومن سجستان كما نعلم كثيرا. فإذا ليست الحضارة العربية والحضارة الإسلامية قائمة على العرب وحدهم،
بل هي حضارة للجميع، دخل فيها الجميع، ساهم فيها الجميع، حتى إن أكثر الذين خدموا العربية لم يكونوا من العرب، يعني سيبوي الخليل بن أحمد الفراهيدي لم يكونوا من العرب. فإذا يجب أن لا نتخندق في مسألة أننا نحافظ على الهوية العربية بالشكل القوي الصارم، وإنما نسمح بأن نتداخل مع الآخر، نستفيد من الآخر، يجعل الآخر يستفيد مننا، وفي النهاية لن يصح. نعم، لكن هذا أستاذ محمد، هذا حديث الإفادة ربما لا ينكره عاقل، ولكن الحاصل الآن هو أن الأفكار السلبية هي التي تستوطن في المنطقة العربية من دون توطن الأفكار الإيجابية، بحيث أنه لا يوجد هناك علم، لا يوجد تقدم، تكنولوجيا، تفكير اقتصادي حر يحل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها كثير من الدول العربية، وإنما أفكار سلبية تستوطن وتغير مزاج وطرائق تفكير الشباب العربي الحديث. سنبحث عن الحل لهذه المشكلة، لكن بعد فاصل أخير. أهلا بكم أستاذ عبد الله. التعامل مع الأفكار الوافدة بصورته الراهنة في المنطقة العربية والنظريات الوافدة، هل يرقى إلى درجة أن العرب يشهدون غزوا فكريا، أم أن الأمر ما زال في ضوء التلقي الطبيعي؟ أبدا، نحن نشهد غزوا فكريا وغزوا اقتصاديا وغزوا فنيا وغزوا اجتماعيا. احنا حيطنا زي ما بيقولوا بالعامية، حيطنا مايل، يعني ما إلنا صور، ما علينا صور، وبالتالي طمع بنا القريب والبعيد كعرب للأسف. نعم، فبالتالي نحن أمة مهددة يعني، أو مطموع بها بخيراتها. نحن سلبت خيراتنا وديست كرامتنا واحتلت أراضينا وشردت شعوبنا ودنست مقدساتنا، ماذا بقي؟ لماذا لا، يعني ما الذي يمنع هؤلاء من أن يغزونا فكريا و مظاهر هذا مظاهر هذا الغزو الفكري أستاذ عبد الله؟ يعني كثيرة وهي ظاهرة يعني للعيان، يعني بدليل أن العرب يعني لم يعد لديهم تقريبا مقدس يتناقشون ويثيرون الأسئلة الشكية حول كل شيء. يعني أضرب مثالا موضوع العلمانية التي جاء ذكرها في أكثر من مرة في خلال هذا الحديث. العلمانية عندما نشأت كمنهج حياة في الغرب، نشأت من أجل أن يتخلصوا من رجال، من سطوة رجال الدين الفاسدين في الغرب في أوروبا. فجاءت العلمانية ولم تنشأ في بلادها الأصلية ضد الدين، وإنما ضد رجال الدين الفاسدين. إخواننا العرب هنا تلقفوا العلمانية على أنها ضد الدين وضد مظاهر الدين بكله، يعني العلمانية ضد في الغرب ضد رجال الدين وليس ضد الدين، بدليل أن الكنائس وكثير من الأحزاب الكبيرة الحاكمة في أوروبا يعني مسيحية دينية، لكنها عندنا في بلادنا العربية للأسف أصبحت ضد الدين وليس ضد. أنت تربط هنا بين الدين وبين الهوية والثقافة العربية، يعني أنت تربط هنا بين الدين، لأنه حديثنا مثلا هو عن الهوية يعني والخصائص النفسية، فمرتبطة بالدين الإسلامي بالتأكيد. نحن الذي شكل هويتنا العربية هو الدين، نحن أصبحنا أمة واحدة بسبب الدين، ربما القومية الوحيدة في الدنيا التي لا فكاك بين دينها وبين خصائص نفسها هم العرب. الأمة العربية أصبحت أمة ذات شأن
بعد أن جاءت لها هذه الرسالة، هذه الرسالة المحمدية، هذه الرسالة الخاتمة، هي التي جعلت من هذه الأمة العربية أمة ذات وزن ومكانة في العالم. وبالتالي كثير من الأفكار يستوردها كثير من النخب عندنا ويأخذونها اسما وشكلا فقط، لكن المضمون لا يتعاملون معه. الديمقراطية شكلا في بلادنا العربية وليست حقيقة. عندما يفوز الإسلاميون ينسفون الديمقراطية. يعني أنا أذكر مثالا، عندما صار الانقلاب على الرئيس المنتخب الشهيد مرسي رحمه الله، كنا في لقاء لنخبة من رجال الفكر ورجال السياسة والإصلاح في الأردن، كانوا فرحين بهذا الانقلاب. لماذا؟ لا أعرف لماذا. وهم يدعون للإصلاح، يدعون للديمقراطية في بلادهم، لكنهم يفرحون. لماذا؟ لأن الديمقراطية عندما تأتي بشيء بأحد غيرهم يثرون عليه، ينقلبون عليها، فهي ليست متأصلة فيهم. كما هي متأصلة في الغرب، نجد أن حزبا يذهب وحزبا آخر يأتي وتبقى الحياة مستمرة، لكن عندنا للأسف عندنا المسميات وليست الحقائق من هذه الأفكار المستوردة. طيب أستاذ محمد، لو أصبنا الموضوع بشكل مباشر مع بعض الأمثلة، متى يكون استيراد الأفكار والنظريات وتطبيقاتها العملية ضارا وخطرا على الأمن القومي العربي؟ والأمن القومي العربي هنا في أحد وجوهه هنا هو الخصائص النفسية للعرب، طباعهم، أمزجتهم، عاداتهم، تصرفاتهم. نعم، يكون ذلك إذا مثلا استوردنا القوانين. استيراد القوانين الآن شيء واضح وظاهر في العالم العربي، يؤتى بقوانين تصلح لدول غربية، فرنسا، إنجلترا، لتفرض علينا في العالم الإسلامي. وهذا ظهر أيام الاستعمار، وظلت كثير من الدول تعمل بالقوانين الغربية، بل حتى قوانين في قوانين الأحوال الشخصية وإباحة الربا وإباحة الزنا، هذه أشياء موجودة في الغرب لكنها عندنا في أهل الإسلام ليست موجودة ولا في الدول العربية. فاستيراد القوانين هذا أبرز أشكال استيراد الأفكار الهدام واستيراد الأفكار. استيراد شكل التعليم الذي ذكرت جزءا منه في أول حلقة، أن كثير الآن من الكليات وحتى أسماء الكليات وأسماء المناهج وشكل المناهج هو نفسه الموجود في الجامعات الغربية. إذا نظرت إلى شهادة مستخرجة من جامعة عربية وأخرى من جامعة غربية تجد نفس المنهج الموجود ونفس العبارات ونفس الشخصيات التي تدرس ونفس المنهج الموجود. فإذا مسألة التعليم، مسألة أيضا حتى استيراد الفن واستيراد الأفكار الاقتصادية، الآن النظريات الاقتصادية معظم العالم العربي يعيش على النظريات الرأسمالية، يعيش على أفكار آدم سميث، يعيش على أفكار كارل ماركس الاقتصادية. إذا نحن عالى في كثير من الأشياء على العالم الغربي. نعم. المطلوب هو أن ننشئ نظرياتنا الخاصة، نحصن أبنائنا من أن يقعوا في حبائل هذه الأفكار، بأن ننتج أفكارنا الخاصة التي تصلح للنسيج العربي. ليست جميل. كل النظريات التي نجحت في الغرب ستنجح عندنا، لأنها نشأت في بيئة مختلفة. فإذا طيب. زرعناها هنا نحن سنصبح كمن يزرع النخلة في وسط الجليد. نعم. طيب أستاذ محمد، حقيقة العرب ليسوا بدعا من الأمم والأقوام التي تخاف على هويتها. وهنا أسأل أستاذ عبد الله، فرنسا واليابان أخذت خطوات متقدمة للحفاظ على هويتها وعلى خصائصها الذاتية. في الحالة العربية ماذا يمكن أن يفعل للمحافظة على هذه الخصائص والهوية والتراث؟ تغيير النظم السياسية الحاكمة في بلادنا العربية. إذن يتوقف الأمر على مخاض الانتفاضة العربية. نعم نعم، يعني أنت يعني إذا لم تعتمد على قوة تحمي فمن العبث أن تبحث عن غير ذلك. النظم السياسية الموجودة عندنا هي نظم جاءت يعني بطرق غير شرعية، بطرق غير صحيحة وغير، وبالتالي حتى يرضى عنها الغرب والنظام الدولي فهي تقدم تنازلات كبيرة لهذا الغرب، ولا يوجد عندها أي استعداد أن تحافظ أو أن تدافع عن شعوبها وعن تراثها وعن فكرهم وعن مبادئهم على الإطلاق. وبالتالي أي حاكم، أي نظام سياسي يولد من رحم الأمة، من رحم الشعب،
فإن الغرب لا يرضى عنه. طيب النظام السياسي في الأنظمة السياسية يعني لاحظ هنا في تركيا مثلا، طيب معذرة، في الأنظمة السياسية العربية قد لا يجري تغييرها بين ليلة وضحاها، ربما الأمر يحتاج إلى سنين، سيكون الرقع اتسع على الراقع كما يقال. هل يمكن بعد التغيير إصلاح كل هذا الخلل؟ الأمة العربية، الأمة المسلمة في مجموعها أمة محصنة. لاحظ ماذا حدث بعد لتركيا بعد انهاء الخلافة العثمانية، نعم، وإعلان الدولة العلمانية. ماذا حدث بعد 40 سنة أو 50 سنة؟ يترشح عدنان مندريس بثلاث أو بكلمتين أو نعم. الأذان باللغة العربية والحجاب ويفوز. الأمة في داخلها محصنة، ولا يغرنك الظاهر الذي تراه، فقط نحتاج إلى قوة سياسية، نظام سياسي منتمي للأمة، فستعود الأمور إلى مسارها الطبيعي بإذن الله. طيب أستاذ محمد، أختم معك، في ظل من حالة من الفوضى تضرب المنطقة العربية، يحصر إمكانية الحماية ضيفنا في الاستوديو بأنه واجب وجوبا عينيا تغيير هذه الأنظمة السياسية. بخلاف ذلك، هل يمكن للمنظمات الأهلية، للمنظمات المجتمع المدني، للمثقفين والنخب، هل يمكن أن يصار إلى صيغة ما للحفاظ على هذه الهوية التي ينزف منها العرب حقيقة؟ نعم، أعتقد أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجب أن نبدأ بتغيير في النفوس، يجب أن تتغير العقليات، وهذا متيسر أن نبدأ الآن في أن نبني الأجيال القادمة بناء قوي، عن طريق الجامعات كما قلت، عن طريق منظمات المجتمع المدني، لكي تكون هي حاضنة للأفكار الجيدة، لتكون هي المنطلق للتغيير. لأننا إن انتظرنا التغيير الفوقي، التغيير السياسي، هذا قد يحدث لكنه في النهاية لن يكون المطلوب. قد يحدث تغيير سياسي بانقلاب عسكري، قد يأتي تغيير سياسي بتغيير ليس في الحسبان وليس في صالح الأمة، لكن حينما يحدث التغيير من الداخل. أستاذ محمد، كلماتك حقيقة أشرت إلى نقاط مهمة. يعني نضرب مثلا في السودان، يعني ربما التغيير السياسي لا يأتي وفق مراد الشعوب، يعني تحكم نخب لا تعبر عن هويتها، نبحث عن غيره وهكذا حتى تفضل نصل إلى هدفنا. تفضل. نعم، الآن كثير من التغييرات هي ليست إيجابية، فلذلك أعتقد أن التغيير الشعبي، التغيير النابع من الجذور، التغيير النابع من الشباب ومن تربية الشباب التربية الصحيحة، هو الذي سيحدث التغيير الكبير. لأن التغيير السياسي سيظل تغيير فوقي ويحاول أن يحكم بالحديد والنار، ولكن التغيير الشعبي السلس القائم على معالجة الجذور وبناء شباب قوي قادر على أن يتعامل مع كل هذه الأفكار، قادر أن يحصن نفسه من أي أن تجتاله هذه الأفكار الهدامة، هذا هو الجيل الذي سيأتي بالنصر، وهذا الجيل الذي بالتأكيد سيكون هو الجيل المطلوب والذي يحدث التغيير الاجتماعي والتغيير السياسي بعد ذلك. لكن المحاضن التربوية، نعم، والإعلامية كلها ملك النظام السياسي، فببرنامج واحد أو بمسلسل واحد أو بخطة واحدة، نعم، تهدم كل وتنسف كل ما. لذلك هو تحدث عن التغيير من الجذور، التغيير الشعبي وليس التغيير من الفوق. لا، الشعب، نعم، الشعب ليس، نعم، ملكنا، الشعب، نعم، هو ملك النظام. أشكرك. الذي يملك القوة ويملك الشعب. أشكرك أستاذ عبد الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في نهايتها. أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو، الأستاذ عبد الله فرج الله الكاتب والباحث، وكان معنا من الخرطوم عبر سكايب الأستاذ محمد عثمان صديق، عضو المجمع العربي للعلوم الاجتماعية. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الفاضلين، دمتم في حراسة الله.